المقطع اللي بعده. ألف مبروك النادي الهلال، شرفنا أمس ورفع رأس الكرة السعودية عالي، نتمنى له التوفيق وأن إن شاء الله يتأهل ويأخذ البطولة وينتقل عالميا، يصير عندنا أكثر من عالمي في البلد، لأنه هذا يصب في مصلحة الكرة السعودية. لقطة غاضبة، بترك لك التعليق وأنا عندي تعليق على يعني على لقطة الأمير عبد الرحمن، تفضل. طيب بس يا أبو سعد، أنا أثني على كلامك عن أبارك للهلاليين، فعلا أمس الهلال فريق للأمانة فريق عالمي كان، يعني قدر فوز مستحق وجدير، ونبارك وإن شاء الله أنه نتمنى أنه يصل للنهائي ويفوز بالنهائي، لأنه زي ما تفضلت ومصلحة الكرة. أنا بس عتبي على الأمير عبد الرحمن أنه كانت الحركة، يعني تعرف الأمير عبد الرحمن رجل شاعر ونبيل وله قيمته عند الناس وحركاته محسوبة، وهو قدوة لتقريبا نصف الكرويين في السعودية، هو قدوة لهم. كانت الحركة فيها غضب، يعني معاك احنا الواحد حالة الغضب قادر نلتمس لها عذر، لكن انا ما ادري بالضبط هذه الحركة اذا حصلت بعد الفوز فما هذا، ما هذا طريقة الفرح الفوز، واتمنى انه ما تتكرر. بس انا وجهة نظري ان من حق الامير عبد الرحمن سعد يفرح باي طريقة كانت، اذا ما اذى احد، إذا ما أسأل أحد من حقه يفرح بأي طريقة. يفسخ الشماغ. لا يفسخ الشماغ، في ناس يسووا شماغ يقولون كذا، ما قلتوا شيء، في ناس لا ما قلنا شيء. لحظة بس تقول أتمنى لا تتكرر، يا أخي تتكرر. هذا تعرف جماهير الهلال وضغط جماهير الهلال سنوات طويلة من أجل هذه البطولة والوصول، وهو كل هذا الغضب في ذيك اللحظة. إذا عبد الرحمن سعد شعر بلحظة فوز ورمى الشماغ على ولا ضرب احد ولا سب احد أكيد ولا شتم احد ولا مسك احد بالعقل، يا اخي وليكن، ترى ما هي مشكله كبيره. انا اعتقد انه طريقه تعبير عاديه والله، يعني نكررها في كل مباراه في كل فوز يا اخي، اذا ما تاذي احد ما المشكله؟ لا ما تاذي، لكن في اشياء احيانا قلت لك القدوه، لا لكل قدوه، انا كل ما جاء في هدف ممكن نخلع شمغنا يا اخي. لحظه، قدوه الحين ايش اللي سواه عبد الرحمن سعد غلط؟ انت ما في شيء غلط، بس طيب. انه هو بصفته رئيس النادي، يعني انا متاكد انه هو لو تقدم مره ثانيه ما يكررها، انا اقول لك اي بس ما يكررها، بس انا اقول لك هو ما في شيء غلط، لكن لا بس ما هي يعني ما هي مزعج الموضوع، ما هو مزعج، لا مش مزعج، لكنه التصرف انه احيانا هذا يكون قدوه، انه ممكن تصير سنه انه اي متى ما جاء هدف الواحد يخلع شماغه، هذا كان يعني المدربين كلهم يخلون شماغتهم، يعني ما هي قضيه، يعني لا ما هي قضيه، ما هي خطا، ما في شيء خطا، لكن انت دائما رئيس رئيس النادي له برستيج وله وضعه انه يكون كذا، اذا كان هو سوى كذا ممكن غيره يتمادى اكثر بعد. احنا دائما نقول الهدوء وما ادري وش هو الالتزام بالانضباطيه، يلا وبعدين في هدف فوز هو. يلا انت الحين قبل شو اسمه بتكون رئيس نادي الاتحاد، تقدم نفسك بعد اربع سنوات بخلع الطاقيه، انت عاد ما ادري ايش بتسوي انت، الله يستر، بس خليك بتذكر طيب يلا.